منذ أن عرفت مصر النظام الجمهوري في عام 52 لم تشهد سوى انتخابات رئاسية تعددية واحدة، وذلك في العام 2005 إذ عدل دستور 71 ليسمح بانتخابات تعددية رئاسية ولكن بشروط تعجيزية بحسب المادة 76. إلا أنه وبعد ثورة 25 من يناير عدل قانون انتخابات الرئاسة طبقا للتعديلات الدستورية بشكل سهل من شروط الترشح والمنافسة في الانتخابات الرئاسية. بحسب القانون يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه عن 40 سنة. وهو السبب الذي أطاح بالداعية الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل بعد أن ثبت أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية. من شروط الترشح بحسب قانون انتخابات الرئاسة أن يحصل المرشح على تأييد 30 عضوا على الأقل من المنتخبين من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، وهو الشرط الذي وفره كل من المرشحين خالد علي ومحمد سليم العوا، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن 1,000 مؤيد. وهو السبب الذي أدى إلى استبعاد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بسبب عدم تمكنه من جمع 1,000 توكيل في محافظة أسيوط. مرشحون آخرون نجحوا في تحقيق الشرط والمنافسة في الانتخابات الرئاسية، وهم عبد المنعم أبو الفتوح بأكثر من 43,000 توكيل، أحمد شفيق بأكثر من 62,000 توكيل، وحمدين صباحي بأكثر من 42,000 توكيل، وعمرو موسى بأكثر من 43,000 توكيل. المرشح يمكن له المنافسة في الانتخابات الرئاسية من خلال حزب، إذ نص القانون على أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتوفر هذا الشرط لدى المرشحين محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة، وأبو العز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحسام خير الله عن حزب السلام الوطني الديمقراطي، والمستشار هشام البستويسي عن حزب التجمع، وعبد الله الأشعل عن حزب الأصالة السلفي. سقف الدعاية الانتخابية لا يتعدى 10 ملايين جنيه، أي نحو 2,000,000 دولار، والمرشح يلتزم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك الثلاثة يوضع فيها ما يتلقاه من التبرعات. ورغم تردد بعض الأنباء عن انسحاب بعض المرشحين، إلا أن القانون لا يسمح بانسحاب أي مرشح بعد يوم 8 مايو، وأصبح أمام أكثر من 50 مليون ناخب مصري الاختيار بين 13 مرشحاً.